غلط بنعمله في الحجاب هيكون سبب في عدم دخولنا الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد في مسيرة كذا وكذا. يعني إيه أسنمة البخت المائلة؟ الفترة اللي فاتت انتشرت فكرة اللي هو بيعمل البنات بتعمل كبة كده فوق راسها زي ما احنا بنسميها، اللي هو بيلفوا حاجة على راسهم على شعرهم، او بيحطوا حاجة اللي هي تعمل بتضخم الطرحة من ورا، او بيرفعوها كده بيبقوا زي سنام الجمل بالظبط، وده الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، بيبقى شكلهم كده. والافضل ان احنا ما نحطش حاجة، يعني مش هيجرى حاجة ان احنا نلف الطرحة بالشكل الطبيعي، بس هيجرى حاجات كتيرة جدا لما نتشبه بسنام الجمل. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ده كتير عشان يوصل لكل حبايبكم، ونتشارك مع بعض الأجر ونعرفهم الصح. في رعاية الله، ما تنسوش تصلوا على النبي.